طيب بص، يعني انا اجي لك بقى شريف، يعني يمكن نرجع بقى قبل فلاش باك شويه. بطوله العالم الله اكبر عليك، يعني انت اذهلتنا بادائك والعالم كله، عملت نتائج كويسه جدا جدا. اه الحمد لله. طيب انت وانت رايح بامانه كنت متوقع ان انت تعمل كاس عالم كده؟ هو انا كذا حد كلمني قبل البطوله وقال لي لازم تاخد احسن ضربين بجد الصراحه. الله اكبر، كذا حد طب دي كلمني في حلوه على الموضوع ده. فكره. انت على فكره انت ساعدتني بالاجابه دي. ليه؟ لانه ما جاتش صدفه، يعني الناس توقعت لك بكده. تعب اه، تعبنا كتير اصلا، مش انا لوحدي، حتى في المنتخب كلنا تعبنا، اشتغلنا كتير قوي. احنا عملنا معسكرات قبل كاس العالم كتير قوي، سافرنا معسكر ايطاليا، عملنا بطوله كويسه جدا، خسرنا ساعتها من منتخب ايطاليا، كان ماتش في الملعب خسرنا 3-1 وخدنا تاني في البطوله دي. طب قول لي يا شريف، يعني ما حدش سمعنا ولا على هوا ولا اي حد سمعنا خالص، بعد ما عملت بطوله زي دي كويسه وخدت احسن ضريب، جالك فرص جامعات، جالك فرص تحترف بره؟ الصراحه ما حدش كلمني، ما حدش ما كلمني، حدش كلم. ممكن يكون حد كلم حد بس المدربين ما بتاعنا، حدش لكن ما كلمك حدش كلمني دايركت. انا شخصيا على طول، ما حدش سمعت كلمني. حاجه مثلا ان حد كلم عنك سمعت حاجه؟ اه بس ما حدش كلمني انا على طول. ما كان حدش كلمك على لا طول. لا طيب انا اقول لك دي حاجه تبسطني بصراحه، انا بكلمك انا راجل اهلاوي وعايزك جوه النادي الاهلي، بس هو طبيعي لما لعيب صغير بيتالق طبيعي هيجي لك جامعه او حاجه، لانه هو بيكون ده طبيعي يعني في بطولات العالم. طيب ماتشات الارجنتين، فاكر يعني احلى ماتش لعبته او اكتر ماتش مش هتنساه انت في حياتك مع منتخب مصر 19 سنه؟ ماتش الأرجنتين اللي كان في ملعبهم جمهور. اه، بداية من الصالة لحد الجمهور، اه كان ماتش اه كان ماتش، اه كان ماتش حلو قوي، والجمهور بالذات بتاعهم الموضوع كان حماسي قوي الصراحة. عندهم الطايره لعبه شعبيه، اه هناك عندهم لعبه عندهم شعبيه. موضوع حلو، كان حلو قوي الصراحة، كان ماتش حلو، اه كان ماتش معاك. فاكر يعني اصعب لعبه ايه او كانت امتى؟ فاكر يعني مش الماتش بقى كماتش، اللعبه اللي هي فرقت معاكم لا الماتش كله كان، او النقطه؟ الماتش كله، لا الماتش كله كان صعب، صعب كان كل والحلو، نقطة، لا كل نقطة فيه مهمة. الحلو فيه كمان انتهى بالفوز. اه الحمد انت عارف لله انت كنت ممكن تعمل ماتش حلو بس بس تخسر. تخسر. اه عملنا كده مع بلغاريا، خسرنا 3-2، كان الماتش ده كان ممكن ساعتها نقلنا نقلة تانية وناخد خامس، بس كان ماتش ملعب برضه، خسرنا 3-2. وبلغاريا خدت، كانت بلغاريا تالت عالم، في تالت عالم السنة اللي قبلها، وفي اوروبا كانت تالت برضه او الله رابع، اكبر الله فرقة اكبر. كويسة. يعني انتوا يعني طب يعني شايف ان احنا ايه اللي يفرق عنهم؟ يعني عندنا ايدين ورجلين وبننط لا وطوال ما وكل حاجة. انا لعبتهم الصراحة وما فيش فرق كبير، يعني ما فيش فرق. في فرق احنا كنا بنلعبها، فرق يعني مثلا زي صربيا كانت رابع عالم كسبناها، بلغاريا كانت تالت، خرجنا ماتش 3-2 كان ملعب. ارجنتين بطل امريكا اللاتينيه كوبا هناك امريكا عندهم، اه كسبناهم 3-1. الله اكبر. فالفرق يعني احنا شايفين احنا كنا قريبين جدا، كان هدفنا اصلا ميداليه، بس للاسف وقعنا في ربع النهائي، عملوا قرعه جوه القرعه، فوقعنا مع فرنسا اللي هي خدت اول بطوله، فخسرنا الخط الحمد لله بقى وخرجنا. طيب لو اتكلمنا عن فوزك كأحسن ضريب في بطولة العالم دي، انت وانت ماشي بارقامك بتشوف طبعا الداتا فولي اه بتاعتك، كنا متابعين في كنت البطولة. متابع، كنت شايف نفسك ماشي كويس وقريب من اللقب، ولا انت فوجئت باللقب ده؟ اصل يعني لا خلينا نتكلم كنت بامانه، انت كلاعب بتخلص بتمسك السكاوتنج وبتشوف انت فين، كنت اكيد بتعمل كده ولا نسيت وسبت نفسك كنت لغايه ما بشوف، بس في اوقات ما كنتش بركز فيها قوي، كان في اوقات اللي هو مش فارق قوي الموضوع، اللي اهم حاجه الفرقه كلها نكسب، واهم حاجه الفرقه والمنتخب نكسب، يعني ما كانش الموضوع ده فارق. حتى كان معانا واحد برضه خد احسن سنتر بلوك في البطوله، ما بس كانش فارق. ما كانش هدفنا كده، كان هدفنا ان احنا في اول حاجه الفرقه تكسب ونعمل حاجه كويسه، بعد كده بقى الجوائز دي. تعرف ان فكرك ده هو اللي بيخليك تلعب كويس، يعني اكيد اللعيب لما بيكون اه عايز يأدي كويس، بس عايز يأدي كويس لفرقته. مش لنفسه تفرق. برافو عليك. لما لو فكرت في الموضوع ده هتيجي في ماتش او اتنين حصل لك دروب هتبعد عن المنافسه، فانت عشان بالمنتاليتي دي. طب يعني اتعلمت ده فين؟ في النادي من وانا صغير، انا بقالي 11 سنه هنا في النادي، في فاتعلمت حاجات النادي كتير الاهلي. قوي. ما في اه يعني الحمد انت لله من الناشئين الاهلي، من من الناس مدرسه من صغير، الاهلي. انا عندي 7 سنين فاتعلمت حاجات كتير. ليه لعبت دايره ازاي؟ انا دخلت بالصدفه كده، كنت ماشي في النادي، كنت بلعب هاند بول اصلا، والله فكنت ماشي في النادي كان تحت كابتن. كام؟ لا كنت صغير قوي، كنت بلعب في الجيش حتى مش في الاهلي، انا جيت صدفه هنا، كانت كبير. اختي وهي صغيره بتلعب هنا، فكنت ماشي بالصدفه يلا بينا. لقيت كابتن اسلام المغربي شافني، بعتك قال لي عليك. بكره تمرين الساعه 6 تعالى. بعتك عليك. قال لك اه، قال شافني لك كده على تعال. طول، انا ما قاليش اي حاجه، هو شافني كده بالظبط، قال لي بكره تمرين الساعه 6 تعالى. بس لازم نحيي كابتن اسلام اكيد المغربي صح؟ اه لان عين المدرب تفرق، عين المدرب تفرق. اكيد هو شافك النهارده كسبنا احسن ضريب في العالم، فهي في سنك، فهي دي العين. طب لما لعبت الفولي عجبتك؟ ما جاتش كره اه في وشك شويه لا وبتاع؟ لا عادي، لا حكايات صباعك عاديه. اتجزع لا ده والكلام انا اللي حصل جالي الاول ده؟ كسر في خد رجلي واصابات، اه انا في كاس العالم ده كان عندي قطع في اصبعي اصلا، في كاس العالم الله كاس العالم دي اكبر، ايه الجمال ده؟ قبلها باسبوعين قبل ما اسافر ولا ده حاجه. عمليه يا ابني ولا ابويا ما عادي؟ المفروض يعني، بس عادي بقى، لا دي استأمن بتلعب بقى مع الوقت. ايدك اليمين ولا الشمال؟ اليمين انت اللي بتضرب بضرب بيها باليمين؟ ايمن. الله. طب وربط والعب، اه ما مش عند اي مشكله شاب بتلعب بقطع في كتفها سنتين. والدنيا ماشيه. اه والله بجد الله يكون في عونك.